السلام عليكم، انا سميتي فاطمه الزباري. انا يوسف الزباري خويا. خويا لقى الاعلان ديال الفيدراسيون الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب القوى في لاباج ديالهم فيسبوك، واقترح عليا باش نشاركوا حنا بجوج وقبلت. بالفعل المشاركه كانت مثيره ومهمه، لانه العناية بالمعاقين أو الاهتمام بالمعاقين ما كيلقاش شعبية ولا ما كيلقاش اهتمام كبير، فاحنا بادرنا بهذه المشاركة ونتمنوا كذلك الشباب يبادروا معنا حتى هما بالمشاركة في بحال هذه المؤتمرات وبحال هذه المسابقات، لأنها عندها نفس الأهمية، وبالأخص أنه عندنا أبطال عالميين مغاربة وكاينين كذلك عرب من هذه الفئة كتعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة. مزيان الواحد ياخذ من وقته، في المثل أنايا موظفة في مصحة الضمان الاجتماعي بالجديدة، وخذيت عطلة إدارية على قبل باش نشارك، والناس اللي عندهم وقت حتى هما يمكن لهم يشاركهم الصغار الكبار، ومزيان باش يشوفوا ويكونوا قراب ويعرفوا المسائل كيفاش كتمر والمجهود اللي كتعطي الفيدرالية باش تعاون هاد الناس المعاقين. وشاركنا في فئة التصنيف وساعدنا في الاستمارات وباش يسهلوا المأمورية على الناس اللي غادي يدوزوا في التصنيف اللي هما العدائين والمشاركين، فكنشجعوا الجميع باش يشاركوا. بالفعل كنشجعوا الجميع سواء كرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو كمتطوعين بحالنا، حتى هما يشاركوا ويساهموا في التعريف بهذه الرياضة وانتشارها من أجل إخراج هذه الفئة من يعني الرياضة مهمة حتى للصحة، يعني كتنشيط كتغيير جو، ومشاركة يعني في الغالب كتكون مثمرة كيستافدوا منها الجهات بجوج. وهذا الملتقى الأول اللي كيصطاد في المغرب، وكنتمناهم الله يكونوا ملتقيات أخرين ويكونوا ناجحين، وشكرا اللي تساعد مع الفيدرالية باش ينجح هذا الشيء. بالفعل كنشكروا الجامعة الملكية للرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في شخص رئيسها السيد المحترم العوني، السيد العوني، وكنشكروا كذلك مسيو ايغو اللي جا من فرنسا باش يشارك معنا في التنظيم، واللي هو كيقوم بدور الاتصال، وفي نفس الوقت هو اللي مكلف بصفحة فيسبوك مروكان هاندي سبور ماروكان. فكان عندي الشباب الاخص اللي كيدخلوا فيسبوك انهم يجيو لهاد الصفحة ويديروا الاعجاب ديالهم بها ويتواصلوا مع مسيو ايغو، راه شخص لطيف وظريف ومحب للمغرب.